وداد حجاب كان عمرها 16 سنة لما بدأت رحلتها كمناضلة مصرية. وداد اضطرت تسيب بيتها في وسط العريش بعد ما حصرته النار من كل مكان، وده اللي كان حاصل في كل مدن وقرى شمال سيناء والطرق المؤدية للعريش. وطلعت على طول على المستشفى العام، وهناك اتعلمت وداد مهارات الإسعاف والعلاج الأولي، وتعلمت إزاي تعالج الجروح من أطباء متخصصين. في الوقت ده كانت حالات الإصابة بترتفع وتتفاقم، فاضطرت بنات القرى والبدويات إنهم يتناوبوا على تمريض الجرحى. وبعد فترة سمحت القوات الإسرائيلية للمتطوعات بالخروج من المستشفى بشرط إنهم يكونوا لابسين بلطو التمريض الأبيض. وبفضل حبها لبلدها هي وكل سكان العريش اتحولت مدينة العريش لمعقل للمقاومة، وكانت وداد واحدة من رموزها، وكانت بتخاطر بحياتها لإنقاذ كل محتاج. وداد حجاب مصرية أصيلة وبطلة من أبطال أكتوبر.